لا تزال الشرطة الفرنسية تبحث عن مسلح قام بإطلاق النار هذا الاثنين في مقال صحيفة ليبراسيون الفرنسية، والذي أسفر عن إصابة مصور بجراح بالغة. المدعي العام الفرنسي فرانسوا مولانس عقد مؤتمرا صحفيا أظهر فيه صورا للمشتبه به تم الحصول عليها من كاميرات المراقبة في الصحيفة، مؤكدا أنه لم يتم التعرف على هذا الشخص بعد لأن التحقيقات جارية والشرطة بصدد الاستماع لبعض الشهود. وأشارت معلومات أخرى عن إطلاق شخص لعيارات نارية متتالية أمام مقر مصرف سوسيتي جنرال في ساحة الأعمال بضاحية لا ديفونس الفرنسية. الحادث شبيه بآخر وقع يوم الجمعة عندما أطلق مسلح النار بالقرب من مقر محطة بي اف ام تي في الإخبارية. السلطات الفرنسية قامت بنشر عناصر الشرطة أمام مقر وسائل الإعلام في باريس.